السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفين القعدة اللي بنكون قاعدين فيها مجموعة كده من الأقارب والمحبين، وبيبقوا قاعدين يتسامروا ويحكوا عن ظروف وأمور بيحاولوا بيها إنهم يغيروا حاجات كتير جدا في مفاهيم مجتمعنا، ولكن القعدة دي بتكون ودودة جدا وبتحمل قدر كبير من المحبة، لأنها في النهاية هي هدفها مصلحة الجميع. القعدة دي اللي هنتكلم بيها النهاردة وبنفس هذه الروح أتمنى أنكم تسمعوني، وأننا نكون يعني بنوعي الناس وأنكم تنشروا هذا الأمر بهذا القدر الكبير وبهذه المحبة الكبيرة. أيضا في الفترة الأخيرة بدأنا نشوف حالات من كل دول العالم، كان في حالات من دول أوروبا وأمريكا، وأيضا يعني شفنا حالات من طبعا أشقائنا العرب بنسبة كبيرة جدا، سواء كان عن طريق العيادة الأونلاين وإحنا بنتكلمهم عن طريق زوم، أو في العيادة الفعلية عندنا في عيادتنا في طبيبتي في مصر وفي القاهرة تحديدا. فإحنا شفنا عدد كبير جدا أشقائنا العرب ما بنشوفش عندهم هذه المشكلة إطلاقا، لأنها أصلا السبب اللي بيعمل هذه المشكلة مش موجود عندهم، ولكن أبناء النيل السودانيات وحبايبنا من السودان للأسف شفنا عندهم هذه المشكلة وبتتكرر بشكل كبير جدا. هذه المشكلة للأسف مع حالتي النهاردة، أو مع الحالة اللي أنا أحكي عنها النهاردة، هي تعارضت حتى مع زواجها القائم أديله سنة ونص سنتين تقريبا، ولكنه للأسف هو زواج مضطرب نتيجة أن الزوج بيسافر وبيرجع يلاقي نفس المشكلة موجودة وقائمة، والعلاقة الزوجية ما بينهم فيها اضطراب شديد جدا. طيب الموضوع للأسف عدت أو مرت على كتير من الأطباء، والجميع لها أنت بتدلعي الحالة الطبية اللي موجودة هي حالة احنا اللي عملناها، او الموضوع كان بسببنا احنا، يعني احنا كثقافة، سواء كانت ثقافة مجتمعية، ثقافة دينية، ثقافة عرفية، ايا كان هذا المبعث او المصدر لهذا الامر هو ايه او منين او من فين، هو احنا اللي كنا سبب فيه وادى لهذه الحالة الى هذه المشكلة، في حين ان الحل كان تم عندنا الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى في تقريبا يعني اقل من ربع ساعة، يعني كان الحل تم وفي خلال يومين كان تم الشفاء والموضوع انتهى تماما. والزوج والزوجة قلنا يعني يقولولنا احنا ما كناش عايشين الحياة الزوجية اصلا، احنا كان في مشاكل كبيرة جدا جدا، واحنا اول مرة نعرف ان كان ممكن الموضوع ده يتحل من فترة اطول من كده كمان، وحتى بدون يعني عايز اقول لكم من ضمن الصفات الرائعة في السودانيات غير انهم من اكتر السيدات في يعني حتى رائحة يعني هم الأناقة والرقي كده، هم يعني دايما متنمقين كده ودايما في أبهى أحوالهم، إلا إنهم أيضا بطلات وحمولات للألام بدرجة كبيرة. فاللي حصل إن الحالة يعني كانت بدون حتى تخدير، وهي التخدير اللي كان موجود كان تخدير موضعي، وحتى ما حسيتش بأي شيء، حتى ما قالتش ما توجعتش، يعني كان شيء بصراحة رائع جدا منها، والموضوع تم بكل سهولة وبكل يسر وفي أسرع وقت ممكن. الأمر ده هو بيسمى بمصطلح طبي وعلمي موجود في الغرب بعد ما شافوا هذه الحالات، ويعني نقدر نقول في مصر هو بيحدث نتيجة الختان السوداني. ليه بنقول ختان سوداني أو الختان الفرعوني؟ لأنه منتشر أكتر في منطقة السودان وفي كل المناطق اللي كانت يعني مشبعة بالثقافة الفرعونية في وقت من الأوقات، موجود عندنا في النوبة أيضا، موجود عندنا في أقصى يعني أقصى صعيد مصر. مش مع انا مش دعوه خالص اطلاقا باحنا بنتكلم عنه باني اعراف او باني مجتمعات او باني قربونا من هذه الدايره، احنا النهارده بنتكلم عنه من نقطه واحده، انه هذا الامر ادى الى هذه المشكله ومؤدي الى نفس المشكله في كثير من الحالات اللي ما بتتكلمش وما بتقولش وما بتعبرش عن هذا الالم، ومعتبره ان هذه العلاقه المؤلمه هو شيء طبيعي وامر مسلم به وليس يعني مصدره شيء للاسف موجود وسهل علاجه بأسرع وقت ممكن. فأتمنى أن هذه النقطة توصل لكثير من السيدات السودانيات، وأن هذا الختان إذا كان مسبب لها هذا الألم ففي فرصة شديد كبيرة وسهلة وأسرع ما يمكن للحل، فيرجى التوجه فورا وفي يعني في أقصر وقت ممكن، لأن الفرق كبير ما بين هذه العلاقة المؤلمة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها ان هي يعني سبب للمودة والرحمة، فأكيد عمرها ما يكون فيها هذا الألم إلا انها للأسف مؤلمة، وما بين العلاقة بعد هذا الحل وبعد هذه
التجربة الطبية السريعة البسيطة المطمئنة جدا اللي مفيش فيها أي مشاكل طبية قد تحدث بسببها. أتمنى من الجميع أن ينشروا هذا الأمر، أن يعرفوا كل السيدات المعرضات إلى هذا الأمر أن في حل طبي يا جماعة، وأرجوكم أرجوكم ابحثوا عنه، وأن هذا الأمر ليس له أساس أن يكون مؤلم بهذه الدرجة اللي أنتم بتتعرضوا ليها. ليكم مننا كل الدعوات بالصحة والسعادة والسلامة والتوفيق. أتمنى أن الكلام ده يكون ما بين إخوات، وأننا نكون بنوصل هذا الأمر بشكل سليم وبسيط.